بكري قطماوي ناشط ثوري من حلب. يا اخي 13 سنه بتسالوني ايش امنيتك، ايش امنيتك بالعيد، ايش امنيتك بالعيد؟ امنيتي بالعيد ارجع على بيتي وارجع على اهلي وارجع على داري. يعني اليوم كلياتنا مهجرين وجايين لهون، كل هالشعب هذا بده يرجع، امنيته يرجع على بيته، ولا بده ضيافه ولا بده اكل ولا بده لبس، لانه ما عنده يشتري، ما عنده. اليوم العالم يعني فرص عمل ما في موجوده عنا، والناس ترجع على بيتها، الناس مهجره. وككل عيد بوجه تحيه من قلب محروق لامهات الشهداء، بقول لهم كل عام وانتم بخير، من ابنكم الصغير لكل امهات الشهداء، وكل عام وامهات الشهداء بالف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نازح من مدينة دير الزور من أبو كمال. طبعاً السواق السنة ما في حركة عمل، ما في البضاعة بنص القيمة وحركة بالنسبة للأمور كغلاء. وإن شاء الله ندعي الأمة الإسلامية الله يفرجها على سوريا، وكل عام وانت بخير وعيدكم مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أوضاع السوق بالبلد اليوم الحمد لله ماشي حال، إنه الشغل مو كل شيء، بس عيد اللي قبله لسه أحسن من هذا، والحمد لله رب العالمين. نتمنى من الله الفرج للعباد وكل البلاد، ونتمنى تفرج علينا وكل واحد يرجع لبلاده، ويعني وضع الشعب كله تلفال، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيكم الخير وكل عام وأنتم بخير للجميع. 150 تنزيلات العيد بربح ماري. أيام قبل